السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب الثانوية العامة الناس الغالين عليا، يا رب دايما كده مبسوطين ومرضيين وسعداء وهنئين. خلصنا من امتحان اللغة العربية، يهمني دايما بعد كل امتحان ان انت تاخد منه الدفع للمادة اللي بعديها، انسى اللي فات ايا كانت نتيجتك او ايا كانت الحاجة اللي انت عملتها في الامتحان اللي فات. فافتكر دايما كده وما توفيقي الا بالله، انت عملت اللي عليك، انت اجتهدت سعيت، سيب كل الامور بقى تيجي زي ما ربنا سبحانه وتعالى مرتبها. يعني انت بتذاكر عشان خاطر تدخل تمتحن، التصحيح نفسه ده توفيق من ربنا سبحانه وتعالى، فانت ما تشغلش نفسك. واسال ناس كتيره اللي مروا بالتجربه او مروا بالمرحله دي، اقول لك دايما انا كنت متوقع حاجه، وعطاءات ربنا وكرم ربنا اعظم واجمل من كل التوقعات. فانت انسى كل اللي فات، وانا نشرت وطمنتك بخصوص سؤال البلاغه اللي هيتم مراعاة إجابات كثيرة فيه، وأي سؤال بيكون فيه أكثر من إجابة تقبل الصحة بيتم مراعاة ذلك. يبقى انسى امتحان اللغة العربية وتعالى نفكر في اللي جاي. يلا بقى نبدأ مادة جديدة اللي هي مادة اللغة الإنجليزية. عايزين ناخد نصيحة سريعة ازاي نتعامل مع المادة دي. أنا وأنا بنصحك وبقدم ليك النصيحة في اللحظة دي، أنا هفترض أن أنا بتعامل مع واحد أبيض في المادة. طبعا أنت مش كده، بس أنا هتعامل مع واحد ما يعرفش كلمة في المادة. تعال نشوف كده إيه أجزاء المادة وإزاي نتعامل معها بسرعة. تعال نبدأ بحاجة مضمونة وسهلة ومش تاخد مننا وقت. عندك فرع زي فرع القصة، انا افترض ان انت بتعرفش حاجه في القصه، عليك ان انت تجيب القصه بالعربي، تقراها بالعربي، تفهم الاحداث، تدخل في الامتحان ممكن تعبر باسلوبك، او الافضل ان انت عشان تجيب درجه عاليه بقى وتقفل القصه تقراها بالعربي، تفهم الاحداث، تحفظ الكلمات بتاعه الفصول، بعدين تقرا الاسئله اللي اتكررت بخصوص القصه، وكده بقى انت ضمنت اول فرع بالنسبه لك اللي هو فرع القصه. طيب باقي الافرع انا هعمل فيهم ايه؟ هتلاقي دايما كل ملخص من الملخصات اللي انت بتعمل بيها من اول السنه او مذكرات المدرس بتاعك، بس هو افضل الملخصات. هتلاقيه عامل لك تجميعه كده او ملخص صغير مجمع كل كلمات المنهج وكل قواعد المنهج وكل باراجرافات المنهج، وماشي المنهج سؤال سؤال. عليك وعلى الملخص ده تحفظ لي منه كل الكلمات كل القطع، تشوف ايه اهم كلمات الترجمه، ايه اهم المواقف، وبكده تبقى انت ضمنت الجزء الثاني من الماده. حاول ان انت تقسمه النهارده وبكره، وبكده تبقى انت انجزت. طب هل انا كده خلصت الماده؟ لا، انت كده ما خلصتش. انت بعد ما تعمل الكلام ده عليك وعلى حل الامتحانات من اول 2016 لحد 2019، تحل الامتحانات السابقه. عايز اقول لك الامتحانات بتتكرر، هو مش هيتكرر صياغه السؤال لكن الفكره نفسها هتتكرر. يبقى انت لو حليت الامتحانات من 2016 لحد 2019 انت كده ضمنت حاجه كبيره. هتلاقي ان انت فهمت ازاي بتتعامل مع الامتحان والنماذج معاك محلوله، وتعرف ازاي تتعامل. عليك وعلى اسئله الورك بوك، كنا رفعناهم محلولين، موجودين عندي رفعتهم لك محلولين، فانت ممكن تطبعهم او ممكن يبقى معاك الورك بوك وتشوف الاجابه على طول، وهي اسئله. عليك وعلى اسئله المنصه. على فكره مستشاره اللغه الانجليزيه كان ليها تصريح النهارده بتؤكد ان الامتحان مستوى متوسط، هيحتاج منك بس التركيز والهدوء وانت بتحل، ودي كالعاده الحاجات اللي احنا بنشوفها في امتحان اللغه الانجليزيه. خلاص، وباذن الله دايما كده هنتابع مع بعضنا. يبقى اهم حاجه كده ان انت تكون متفائل مستبشر، واعرف ان انت في امتحان اللغه الانجليزيه لو انت فكرت او كررت او عايز تعرف ايه الحاجه اللي بتذاكرها، هتلاقي ان انت ما بتذاكرش من منهجك في امتحان اللغه الانجليزيه غير القصه والقواعد والكلمات، وباقي اجزاء امتحان اللغه الانجليزيه بتعتمد على اسلوبك ومهارتك انت. خلاص، يعني انا ديني لو انت طالب ما تعرفش حاجه في اللغه الانجليزيه، انت مش محتاج تذاكر من منهج ثالثه سنه وغير ثلاث اجزاء في امتحان اللغه الانجليزيه. القصه والقصه مش تاخد معانا ساعتين احنا هنقراها بالعربي ونفهمها ونحفظ الكلمات ونعبر باسلوبنا، والحاجه الثانيه كلمات الوحدات، والحاجه الثالثه اللي هي قواعد الوحدات، ودول هتلاقيهم مجمعين في اي ملخص من الملخصات اللي موجودين قدامك. يبقى اللي انا عايزه منك دلوقتي في اللحظه دي ان انت تطمن، تكون هادي، تكون مستبشر، عارف ان الخير والتوفيق كله عند ربنا سبحانه وتعالى. وما تسمعش بقى للناس اللي بتوترك وتقولك انا خلصت، او الناس اللي بتوترك وتقولك ان انا مش عارف اخلص. طلع الناس دي كلها من حساباتك. احكي لك موقف صغير حصل معايا في امتحان الانجليزي. بعد ما خلصت امتحان الانجليزي، واحد صاحبي راجع لي المدرس بتاعه عشان يراجع معايا الامتحان. بعد ما راجع معايا الامتحان قال لي ان انت تجيب 18 او 16 من 24، تقريبا قال لي 18، قال لي تجيب 18 من 24، وهو بيحل معايا الترجمه وهو بيحل معايا الباراجراف، وفي الاخر انا لقيت نفسي مقفل امتحان اللغه الانجليزيه. هقول لك هو توفيق من ربنا سبحانه وتعالى، واقول لك انت ما تسمعش كلام اي حد محبط ولا اي حد يقلل من مجهودك اللي انت بتعمله، ودايما كده خليك متفائل ومستبشر، وباذن الله في يوم من الايام هتجني ثمار
تعبك واجتهادك وسعيك، وربنا دايما معاكم كده، ونشوفكم دايما موفقين. اهم حاجة انك تطمن وتبقى انسان هادي مستبشر. ما تنساش هتجيب ملخص مجمع الكلمات او مجمع القواعد، هتحل امتحانات من 2016 لحد 2019، هتحل اسئلة الورك بوك واسئلة المنصة، والقصة هتجيب اي مصدر لمذاكرة القصة باللغة العربية، وبعدين تحفظ الكلمات بتاعتها. الكلام ده كله انا نشرته عندي على الاكاونت، ولو انت عايزه ابعت لي وانا ابعته لك تاني. دايما ان شاء الله نشوفكم موفقين وسعداء، وربنا دايما معاكم. كان معاكم دكتور محمد عامر كامل ورسالة طلاب الثانوية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.